تم الحوار حول موضوع الأوقاف ودور الأوقاف في بناء المجتمع، خاصة بعد تحرير المناطق من داعش. تم الاتفاق مع مدير الوقف السني على جملة أمور، أولا منها ضرورة نشر الخطاب الديني المعتدل الذي يدعو إلى التعايش السلمي وبناء المجتمع السليم، استغلال المساجد وهي ذات أهمية واسعة في دعوة المجتمع إلى التعايش السلمي. اليوم خطيب الجمعة يجب أن يكون ضمن الضوابط، لا يحق لكل شخص أن يرتقي المنبر، يجب أن تكون هناك خطى موحدة، يجب أن يعامل المسجد وهو بيت الله سبحانه وتعالى، لكنه تحت سلطة الحكومة المركزية وبرعاية الوقف السني. اليوم هنالك كثير أمور تم الاتفاق عليها، سيكون هنالك دور كبير للوقف السني، وقبل ذلك كان دور كبير للوقف السني في إغاثة وإيوان النازحين، كان دور لرئيس ديوان الوقف السني في منطقة القيارة وإغاثة النازحين. اليوم علينا أن نتضافر الجهود ونوحد جهودنا من أجل بناء مجتمعنا ومن أجل تجاوز هذه المرحلة. هذا الاجتماع تطرق إلى كثير من الأمور حول الجوامع ومتسبي الجوامع والمناطق التي تحررت وما هي دور الأوقاف فيها. تطرقنا إلى أن هناك خطة موحدة إن شاء الله من ديوان الوقف السني موضوعة تشمل الخطب الموحدة وكل شيء يخص الجامع. الجامع إن شاء الله يكون مصدر خير ومصدر سعادة ومصدر فرح ومصدر توحد للكلمة والصف لكل الذين يعيشون في المناطق. يجب أن نتوحد في الكلمة والفكر، أن نعيش بسلام واطمئنان بين كافة المكونات الموجودة في نينوى وفنينوى وتسع الجميع إن شاء الله تعالى. كان لديوان الوقف السني حقيقة دور كبير مع النازحين، وكما يعلم الجميع هناك لجنة موحدة قام بها معالي رئيس الديوان الدكتور عبد اللطيف الهميمي حفظه الله حول إغاثة النازحين ويرجعهم إلى دارهم، بحيث أطلق شعار لن يهدأ ليبال إلى أن يعود آخر نازح إلى داره. نحن كنا في ديبقة وفي كركوك، نعيد كل الذين أرادوا العودة باختيارهم، يسجلون أسماءهم وأخذنا الموافقات الأمنية بيرجعهم، وتم إرجاعهم. قبل يومين كان هناك 1400 عائلة من ديبقة، عدد كبير هذا يعتبر، لأنه عدد العوائل، عدد العائلة واحدة يفوق عن 7 نفرات تقريبا، وهناك أيضا من كركوك والفضل سبحانه وتعالى. وأمس كما تعلمون أطلق معالي رئيس الديوان خلية أزمة كبرى أيضا ستكون مترابطة مع بدء عمليات تحرير الموصل إن شاء الله.